نريد أن نرحب بكم مرة أخرى معنا في هذه الحصة، وسوف نرى مع بعض هذا التأمل البسيط الذي يعني أن الله معنا. في سفر الملوك، ملوك الثاني، هناك واحد القصة عجيبة جدا، كيف إليشع أوقع بجيش أرام. ملك أرام كان في صراع، كان في حرب مع إسرائيل، وكان كل مرة يخطط لكي يوقع ويهجم على شعب إسرائيل كانت خططه تفشل، لا تنجح. فهذا الملك أرام تسأل وقال ممكن هناك جواسيس في معي في الجيش الذي يخبرون ملك إسرائيل بكل ما أخطط إليه حتى يتجنب وينجح ونفشل في الإطاحة به أو محاربته. فأحد القواد الجيش فقال إلى ملك أرام، قال له الصراحة المشكل هو مش فينا إحنا، مش إحنا هناك، ليس هناك جواسيس في وسطنا، ولكن قال واحد من عبده ليس هكذا يا سيدي، ليس هناك جواسيس بيننا، ولكن قال له المشكل أن النبي إشعياء الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. معنى هذا قال له هذا النبي إليشع يعرف حتى الأشياء اللي تتكلم معها مع زوجتك في بيتك في غرفتك. فقال المشكل نتاعنا هو إليشع، هو اللي يخبر الملك ويتنبأ للملك ملك إسرائيل بكل ما نخطط إليه ولا ننجح. فقال طبعا ملك أرام يجب أن نقضي ونقتل إليشع. فبحث أين هو كان موجود، فقال اذهبوا وانظروا، أي ملك أرام قال لشعبه أو لجيشه، قال لهم روح انظروا أين هو الآن وأخبروا وقالوا له هو ذا في دوتان، في مدينة اسمها دوتان. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيش ثقيل، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. يعني في الملك أرام أرسل واحد الجيش قوي، يقول الكتاب أرسل جيش ثقيل وأرسل مركبات وخيل لكي يمسكوا بإليشع النبي. وجاءوا إلى دوتان وأحاطوا بالمدينة ليلا. فبكر خادم النبي رجل الله وقام وخرج في الصباح، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له آه يا سيدي، قال له يا سيد كيف نعمل؟ قال له الآن نحن في خطر، حياتنا في خطر، هذا جيش أرام وهو محاط بنا ومحاصرين من كل مكان، فما هو مصيرنا أو ماذا نعمل؟ فقال رجل الله إليشع إلى خادمه، قال إليه لا تخف، لأن الذي معنا أكثر من الذين معهم. وصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه، أي عيني خادمه، فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيل ومركبات نار حول إليشع. والقصة عجيبة أن إليشع فعلا أوقع أو أمسك يعني كسجون يعني حرب كل الجيش الذي بعثه الملك أرام لكي يوقع بإليشع، وأخذهم كما نرى فيما بعد أخذهم إلى أورشليم إلى ملك إسرائيل. لكن اللي نحب نركز عليه اليوم ليس أن الله حمى وحمي نبيه إشعياء،
ولكن السر أن صلاة إشعياء أو أليشع عفوا لما صلى من أجل خادمه فقال يا رب افتح عينيه لكي يرى، وفعلا لما فتح عينيه شاف جيش ومركبات من نار حول أليشع وحولهم. السر العظيم، النبي أليشع قال لخادمه، قال له الذي معنا أكثر من الذين معهم. نحن كمؤمنين مسيحيين، المسيح علمنا وقال الذي معكم أكثر من الذي أقوى من الذي في هذا العالم، أي الذي يسكن فينا بقوة الروح القدس أقوى من عدو الخير إبليس الذي يسكن في هذا العالم. المسيح علمنا أنه لا نخشى من أي شيء مهما كان الوضع اللي نمر فيه. الآن نمر احنا بظروف صعبة في بلادنا في الجزائر، في بلدان كثيرة بهذا الوباء نتاع كورونا، كثير نتاع فيه نتاع الناس اللي تصاب، البعض يشفى البعض يموت، فأشياء كثيرة. هناك كذلك مصائب، هناك احتياجات، هناك اضطهادات بعض الأحيان، ولكن سر أن نحن نعلم أن الذي معنا هو أقوى من الذي في هذا العالم. أليشع صلى وقال يا رب افتح عينيه، أي افتح عيني خادمي لكي يرى من معنا، فقال إليه لا تخف لأن الذي معنا أكثر من الذين معهم، هم أتوا بجيش ومركبات لكي يحاصرون ويمسكون بأليشع. فقال إليه صلى، فصلى إلى الله وقال انظر، وفعلا لما فتح عينيه نظر وشاف أن جيش خيل ومركبات نار حول أليشع. في هذه الدنيا كما قلت نمر بتحديات، باحتياج، بأوبئة، بمشاكل كثيرة، ولكن يجب أن نصلي ونقول يا رب افتح أعيننا لكي نرى قوتك، لكي نرى مجدك، لكي نرى سلطانك. فالله لا يريد أن نعيش في خوف، في شكوك، في ترددات، ولكن الله يريد أن نعيش بثقة ويقين معه، ونسلك معه ونسير معه بكل ثقة وبكل يقين وفي سلام. ولكن يجب أن نصلي لكي الله يفتح أعيننا حتى نرى قوته وتدخلاته في كل وقت وفي كل حين. إن لم تعرف المسيح فهذه فرصة. الله يريد أن تعرف قوته، الله يريد أن تعرف سلطانه، الله يريد أن تختبر معنى الكلمة الذي تقول، معنى الآية التي تقول أن الذي فيكم هو أقوى من الذين في هذا العالم. فإذا اعترفت وأقرت وسلمت حياتك إلى المسيح سوف يحل في قلوبك، في قلبك وفي قلبك، لكي يجدد ويغير، ولكن لكي تختبر وتختبرين قوة الله في حياتك وحياتك. فهذه هي صلاتي إلي وإلى كل واحد فينا طبعا، أن الله يفتح أعيننا لكي نرى قوة الله ولا نخف. المسيح وعد وقال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، لا أهملكم ولا أترككم. فالله لا يريد أن نعيش في خوف، لا يعيش أن يريد أن نعيش في ارتباك، ولكن الله يريد أن نعيش في ثقة وفي يقين لكي نختبر قوته ونختبر مجده. فكما صلى أليشع من أجل خادمه فقالوا لا تخف لأن الذي معنا أكثر من الذين معهم. فالله يريد أن نختبر وتختبر وتختبرين قوة ومجد الله وسلطانه في حياتك وفي حياتك ومن خلال كذلك حياتك وحياتك. نصلي أن الله يبارك هذه الكلمة في حياتنا، يبارك هذه الكلمة في علاقتنا، ولكن كذلك لكي نختبر يوميا قوة الله والذي معنا
أقوام الذي في هذا العالم. الله يبارككم ويرشدكم ويكون معكم ويحفظكم من كل شر من الآن وإلى الأبد. شكرا جزيلا.